أهلا ومرحبا بكم في قناتي كروشيه ليلى فاصلين. في فيديو اليوم إن شاء الله سنرى في طريقة عمل هذه القطعة رائعة جدا لعمل عدة أغراض من الكروشيه. نأخذ خيط أو القطن، ثم إبرة مقاس رقم 3، استعمل الصوف على في 30، يمكنكم استعمال أي نوع من الصوف أو القطن. ثم الآن سنبدأ بعقدة البداية، ثم سنعمل 17 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8، سبعة عشر سلسلة. نرتفع بسلسلتين لبداية السطر الموالي، تعني غرزة عمود، ارتفاع غرزة عمود. نترك 3 سلاسل، ثم نعمل عند السلسلة الرابعة غرزة عمود بلفة واحدة. عند كل سلسلة نعمل غرزة عمود بلفة واحدة. نتابع حتى نهاية السطر. أنهيت السطر بغرز العمود بلفة واحدة. سنرتفع بسلسلة 3 سلاسل، 3 سلاسل تعني غرزة عمود بلفة واحدة. ثم نقلب الشغل ونعمل مباشرة فوق غرزة العمود الثانية. 3 سلاسل التي ارتفعت بها تعني غرزة عمود بلفة واحدة. نعمل عند الغرزة الثانية أو فوق غرزة عمود الثانية غرزة عمود، ثم فوق كل غرزة عمود سنعمل غرزة عمود بلفة واحدة. ثم نتابع حتى آخر سطر. عملت غرز العمود، وصلت إلى آخر غرزة. عند 3 سلاسل ارتفاع سنعمل آخر غرزة عمود في الوسط ما بين غرزة عمود وثلاث سلاسل ارتفاع في الفراغ. نعمل آخر غرزة عمود، 17 غرزة في المجموع. الآن سنرتفع 3 سلاسل لبداية السطر الموالي، ثم سنترك غرزة عمود الأولى والثانية، ثم نعمل في الغرزة الثالثة فوق غرزة عمود الثالثة. نعمل غرزة عمود سلسلتين، ثم غرزتي عمود في نفس المكان. ثم نترك 1 2 3 4 فوق الغرزة الخامسة. سنعمل نفس الشيء، غرزة عمود سلسلتين، ثم غرزتي عمود في نفس المكان. نترك 1 2 3 4
ثم نعمل في الغرزة الخامسة غرزة عمود سلسلتين ثم غرزتي عمود في نفس المكان، ثم نترك غرزتي عمود ونعمل في الغرزة الأخيرة أو ما بين الغرزتين الأخيرتين، سنعمل غرزة عمود بلفة واحدة على هذا الشكل، ثم نرتفع بثلاث سلاسل، نقلب الشغل، ثم في الفراغ ما بين الغرزتي عمود والغرزة عمود عند السلسلتين سنعمل غرزة عمود سلسلتين ثم غرزتي عمود في الفراغ. ثم في الفراغ ما بين غرزتي عمود والغرزة عمود سنعمل نفس الشيء، غرزة عمود سلسلتين ثم غرزتي عمود في نفس المكان، ثم نفس الشيء في الفراغ ما بين غرزتي عمود والغرزة عمود سنعمل غرزة عمود سلسلتين ثم غرزتي عمود في نفس المكان، ثم سنعمل غرزة عمود عند الثلاث سلاسل في السلسلة الثالثة، ثم سنرتفع ثلاث سلاسل، نقلب الشغل، في الفراغ ما بين غرزتي عمود والغرزة عمود سنعمل غرزة عمود سلسلتين ثم غرزتي عمود في نفس المكان، ثم نتابع عند دائما كل فراغ نعمل غرزة عمود سلسلتين وغرزتي عمود في نفس المكان، ثم غرزة عمود عند السلسلة الثالثة، ثم نتابع العمل بنفس الطريقة. هذا هو شكل القطعة، غرزة رائعة وسهلة جدا لعمل عدة أغراض من الكروشيه مثل المفارش، أو يمكنكم عملها لشالات الكروشيه وغير ذلك من الأعمال، فهي غرزة سهلة جدا للمبتدئات كذلك، سريعة في التنفيذ. أتمنى أن يعجبكم فيديو اليوم، لا تنسوا دعمي بالاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. إذا أعجبكم فيديو اليوم اضغطوا على إعجاب واتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لنلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله.